مرة الخمسة جه فيها بورسعيد، كانت آخر مرة من 10 سنين. السوق هنا عرفته عن طريق زمايلي العشيرة هنا بورسعيد. الأسعار هنا ما شاء الله الحاجة كلها فريش جاية من القناة على هنا، يعني السمك ما شاء الله في منتهى الجمال، وبلد جميلة يعني. أنا بحب بورسعيد جدا 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 يعني. جاي هنا عند شغل بورسعيد، وكل ما باجي لازم أعدي على سوق السمك هنا. كل شيء الحمد لله هنا طازة وفريش والأسعار مناسبة يعني، الحمد لله كويس. المحافظات بيجي سوق سمك بورسعيد، بيجي يجهزوا الأسماك هنا، بيجيبوا السمك من عندنا وبيجهزوه في المطاعم، وبعد ما بيخلصوا برضو السمك في كفرات من بره السوق يعني، بيجي يقعدوا برضو. وهنا عندنا الأسعار بتاعت السمك برضو أسعار رخيصة عن أي سوق، أسعاره زي الأسعار بتاعت السوق القديم، بس حاجة كويسة وحاجة تشرف. وبصراحة عمل لنا تطور جامد، وعمل لنا مول برضو بتاع البلا قدامنا، والمحافظة اتطورت وبقت حاجة كويسة وسمكة كويس. الأسعار أي نعم الأسعار حلوة، مش غالية ولا حاجة، متواضعة، حاجة نظيفة برضو. والأسماك كل حاجة هنا، سهيلي بوري سيبيا، ما شاء الله في نظافة وفي نظام وفي تعاون وفي إقبال بعد الرحلات اللي بتيجي هنا، ما شاء الله الله أكبر. عملنا محلات كويسة وبقينا واقفين وقفة محترمة، ونظافة مية مية، والزبون بيجي لنا ما شاء الله محترم، واحنا بنعمله باحترام.